جنا ما لقيتش كيفاش نجيبها وجنا غير على موتور بيناتنا. هادشي علاش قال لك جي راه كاين دواها. بعد جنا هنا قال لك راه باقيين ما لقيناش ليها الدواء وراه باقي مسكينه يلاه الدنيا شتي حالي اليوم. بعد مشينا دخلنا عطانا واحد الورقه ما عرفتش انا ما قرياش ما عرفتش شحال فيها ما عرفتش شحال فيها من مليون انا ما قرياش. وهادشي اللي باقي راه باقا هي دركا داخله باقاتي دركا كنتمنى من الناس المحسنين اللي بيعاونوني الله يجازيكم ويجازيكم بخير يعاونوني على بنتي. هادشي اللي كنطالب كيقول لي غير الميكروب عن ميكروب الميكروب الميكروب صافي. هادشي اللي كيقولوا لي ما كيقولوش لك راه خاصه كيديروا لك التحليله واحد النهار داروا لي 24 تحليله كيقول لك راه ما عندها والو. هاد السيده غير الميكروب بقات كتنس 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 جدها قعدت شهرين وخمس ايام عاود ديتها عاود جدها تاني من نهار الجمعه حتى نهار من الاثنين تن الجمعه عاود خرجوها لينا وهاني تاني رديتها وليدي نهار الاثنين هي باق. وهذا داروا تما وجودهم ماشي زعما شي حاجه داروا تما وجودهم وانا كاين كيقولوا لك غير الميكروب غير الميكروب غير الميكروب. شو عاد ما بقات كاع كتحرك انما قلبتيها هكا ما تقلب انما قلبتيها هكا ما تقلبش انما سرولتيها ما تسرول انما وكنتيها هكا ما كتاكلش ما كتاكلش انما كنت انا كتقول حياتي ضاعت وحياتك انت ضاعت وما عندنا فين نسكنوا وما وانت كتمشي تطيحي وتنوضي ما عندنا انا مسكين لا والو وانت يا انت مريضه اللي بغيت تهزيني انا كنت هزاك انت هزاني هادشي اللي كتقول مسكينه. وكنتمنى ليها بزاف كنتمنى ليها السكنه نتمنى ليها الصحه هي الاولى بعدا تكون صحيحه بعدا انا بغيت نتمنى لبنتي الصحه ديالها ترجع ليها كما كانت نتمنى ليها السكنه ونتمنى ليها كل الناس. انا راه كنخرج وكنشوف كراناتها وكنزيد نبكي غير وحدي غير وحدي ما كنقدر كاع نقابل نجي هنايا كنبكي تنعيا ونطلع تاني عندها. هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين كنطلب منكم ومن المحسنين ومن يساعدوني يساعدوني في بنتي. طلبوا لها الناس جات لمحمد السادس جات نهار اثنين المهم واقفين مع المحسنين وداك الشيء جات السيده حتى للسبيطار هنايا اليوم تنتفاجئوا خرجوا لها 3 مليون و140 الف ريال. وهاد الناس ما بحالهمش كارين هي بيت واحد وراه شتو في اللايف ديال نهار الحد راه شتو ما عندهمش مساكن. هاد الناس هادو فين هما هاد المسؤولين؟ ما قال لك عندها شي 23 تحليله و 23 تحليله اخويا منين بغي يجيبوها مساكن؟ ما هاد خدم مسكينه كانت تبيع الكارو وقعدات من با كان مسكين خدام في سيكيريتي ما كملش عام وهو قاعد ولكن ما بحالو بقى ليه موتور مسكين موتور سي 90 قال لي راه نمشي نبيعو غادي نمشي نبيعو ولكن الا بعت هذاك الموتور علاش بغيت نعود ندي بنتي. هذا هو الهدف اللي بقى فيها كاع مسكين هذاك السيد وبقات فيها حتى هي هي من الجمال ما عزيناش التصور جاولها وراه الناس كاع تيعرفوها الله يعمرها دار ومسكينه مشات لواحد العرس وجابت تقتها من تما هادشي تتقول امها وتتقول حتى هي والله ديما خلق صافي انا ما غاديش تبقى فينا بقات كاع في الناس في المحسنين سمعنا التليفون تتصلوا بها من شط تنشكر بعدا شوف تي في اللي حطت نمره التليفون ديالها وتتصلوا بها ديك الساعه مازال انا باقي معاهم في الدار تيدوروا لها المحسنين اقسم بالله العلي والعلي الراقي حتى هو تيتصل بها ولكن هادشي اللي واقع في هاد السبيطار راه واقع فيه الراو حتى هو صافي هادشي راه واضح.